كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. اليوم يوم 25 لاستشهاد الشهيدين والعرس الرداوي ومهدي الشملالي، الله يرحمهم والله يرحم جميع شهدائنا. وبهذه المناسبه نشكر السلطات الجهويه بتطاوين يعطيهم الصحه، خاصه الحرس الوطني على المجهودات القيمه تجاه عائلات الشهداء، ولولا الحرس لضعنا. ونحب نوصل نوجه كلمه للحكومات الثلاثه، خاصه الى رئيس الحكومه، اين وعودك تجاه فعل اليوم تحيه طويله ذكرى الخمسه لمحمد بن قردان في ساحه الشهيد مهدي الشملالي بالحي الاداري بالقويه. الذكرى هذه عزيز علينا كل شاركنا اليوم في الاحتفالات، كل الفعاليات المنظمات الجهويه على راسها كشافه التونسيه، عدد من النشطاء والمجتمع المدني وعدد من المنظمات الاخرى. بطبيعه الحال الحفل انطلق كما كنت تلاحظ بتحيه العلم الوطني وقراءه فاتحه على نصب التذكاري لشهيد مهدي الشملالي، ثم بشكور يقع تكريم عيد الشهيد والعرس الرداوي وعيد الشهيد مهدي الشملالي. اليوم السنه بصفه استثنائيه باش يقع تكريم عدد من ابطال الملحمه اللي سطروا بالبنط العريض الملحمه هذه اللي موجودين معنا اليوم، باش نحييهم وباش نكرموهم. ثم باش يقع بعض المداخلات الشعريه من اهم واشهر الشعراء في تونس، جونا من مسير ومقاسرين مشكورين باش يحيوا معنا الذكرى هذه. السندس مغطي حد حدودها ولون الصبع حارج، حبيتها زاد الغرام بشعارها، تأملت فيها زاد سحر ألوانها، سبحان ربي خالقي صورها خلقها جميلة،